هنا بختبر كويل، بشوف قوة الشرارة كام فولت، حطه على 30,000 فولت، سامعين التكتكة، بزود الفولت، الكويل اتحرق كده، $65 ضاعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي إن شاء الله أنا بعترف فيها بخطأ أنا ارتكبته. كان الفيديو كان في أنا قلت عليه معلومة كان خاص باختبار أو طريقة استعمال التستر ده اللي هو خاص بقوة الفولت اللي خارج من الكويل الخاص بالبلاج أو بالبوجيهات اللي هو زي ده. قلت معلومة وأنا طبقتها كلفتني حوالي يعني $65، والحمد لله جت في نوع بسيط، لأن لو جت في النوع اللي احنا هنشوفه دلوقتي بيوصل ل 80 أو $85. فطبعا تكلفة عالية بخطأ ساذج. فأنا هقول لكم المشكلة جت في ايه، وانت لما تيجي تعمل اختبار بنفسك تبقى تخلي بالك من الموضوع ده حتى لو ما عندكش الجهاز ده. هي الفكرة كلها في طريقة القياس، فمش هنضيع وقت وهنشوف ازاي طريقة القياس الخطأ وبعد كده طريقة القياس الصح، وبعد كده هنوريكم ازاي يتقاس بالافوميتر عشان تفهم ده شغال ازاي وفرق ما بين في 2 بن و 3 بن والفروقات اللي بينهم. مش هنضيع وقت وندخل على طول على الفيديو. انا هنا بركب جهاز التستر اللي هو خاص بقوة الاشعال. هي الفكرة كلها بتاعته ان هو انا بوصل الطرف الارضي هنا. الفكرة كلها بشوف الاشعال بيوصل عند كام فولت، بيطلع كام فولت بالظبط. هو كده انا ظبطه عند يعني 25,000 فولت، هبعد المسمار وصلت ل 30، زودت كمان عايز تشوفها بتوصل 40,000 فولت ولا لا. زي ما احنا شايفين ما بقاش فيه صوت التكتكة كده، اتحرق الكويل. طبعا انا عملت غلط كده، المفروض هو ما يزيدش عن 20,000 فولت، انا حملته اكتر من اللازم، بعت المسمار عشان اشوف الاسبارك او الشراب توصل قد ايه، اتحرق الكويل. طبعا ما خدش 4-5 ثواني واتحرق. طبعا تكلفة عالية بخطأ ساذج. طبعا احنا يهمنا هنا طريقة القياس ازاي. يهمني البند نمرة 10 و11، المسافة ما بين سطح الكويل والسطح المعدني ما من 13 ل 17 ملي، والاختبار نمرة 11 بقى الاختبار ما يزيدش عن 3 ثواني. وطبعا عاملين نوتس كده تحت اللي انت المفروض تبقى بعيد حوالي 50 سنتي عشان الفولت طالع 20,000 فولت. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا ان اهم حاجة السطح ما بين نهاية الكويل والسطح المعدني اللي هيطلع عليه السبارك او الشرارة نفسها ما بين 13 و17 ملي، ولا تقل ولا تزيد، والمدة 3 ثواني. طبعا اغلبنا بيبقى الكويل تمام شبه ملتصق في الجزء المعدني للمحرك مثلا وبيطول عن كده. هنشوف بقى كده القياس الصح ازاي. ده هنا الكويل اللي هو 3 بن، هنفكه وهقول لكم ملحوظه بس لما نيجي كمان نربط المسمار الخاص بالكويل ده عموما يعني في كل الكويلات. طبعا الاختبار يكون المحرك بارد. طبعا هنسحبه نلفه يمين وشمال كده ونسحب على فوق اهو. في نقطة مهمة، لما تيجي تطلع الكويل تبص على الساق دي، لازم تكون سليمة، ما بقاش فيها تصدعات، ما فيش شروخ، ما نلاقيش لون ذهبي، خط ذهبي او فضي. معنى كده الالوان دي معناها ان في تهريب في الفولت بيطلع من المنطقة دي. النقطة اللي جوه دي اللي هو اللي احنا شايفينها دي مكان اللي هو نزول الطرف الارضي اللي هو الفولت العالي اللي بيوصل للبلاجة او البوجي. حطيت جهاز الاختبار، انا هركب الفيشة او البلاجة. طبعا الاختبار يكون على جزء بلاستيك ما يبقاش طبعا معدن. هنوصل الطرف الارضي للجهاز الاختبار،
راح نظبطه زي ما احنا شايفين عندي ال 20000 فولت. طبعا الشاحنه طبعا زي ما احنا شايفين طالعه منتظمه قويه، لونها ازرق. لو لون بنفسجي يبقى ضعيف، يبقى السبارك ده او الكويل ده ضعيف. طبعا شايفين الشاحنه طالعه منتظمه وقويه، هي باينه طبعا جدا عند ال 20000 فولت. المسافه دي اللي هي 13 مللي. لما نيجي نربط بقى هنا المسمار بتاع الكويل ده ما يتربطش بمفتاح كبير، لازم بيبقى مفتاح صغير زي ده. ليه؟ لان كتيبات السنه كلها بتقول لك بعزم 10 نيوتن يعني 1 كيلو. لو ايديك مش حساسه واستعملت مفتاح كبير كده ممكن يتكسر معاك. طريقه الفحص ازاي؟ ده الاثنين بن، كويل اثنين بن، هو بيتكون اساسا من النمره 1 اللي هو اللون الاحمر ملف ابتدائي، ونمرة 2 الملف الثانوي. الملف الابتدائي ده دايما بيكون ما بين 1 كيلو اوم المقاومه بتاعته ل 3 كيلو اوم، ده الرينج المتوسط بتاعه. الطرف الارضي اللي هو نمرة 2 اللي هو الملف الثانوي، لو الشراره دي ما وصلتش للارض مع الوقت ممكن يحصل فولت عالي جوه الكويل ده وتلاقي الملف نمره 1 ده اتحرق او ملف 2. المهم لازم يحصل تفريغ للشحنه، وده المشكله اللي حصلت معايا. لازم السبارك ينزل، انما تبقاش ماشيه وتفضل الشحنه موجوده جوه الكويل. الثلاثه بن ده بيشتغل ازاي؟ ببساطه جواه كمان ترانزستور اللي احنا شايفينه ده. الترانزستور ده هو المفتاح اللي بيقطع الكهرباء الاون والاوف، ده بيدي اداء افضل من اللي هو 2 بن. الترانزستور ده هو اللي بيقطع كهرباء اون واوف بسرعه عشان تديني الاشعال اللي احنا عايزينه والفولت العالي. ال 2 بن الترانزستور ده بيبقى جوه كمبيوتر السياره نفسه، انما هنا كله مدمج مع بعضه. زي ما قلنا ده بيدي اداء افضل كتير من ال 2 بن. في كويلات عندنا بتبقى 4 بن. الطرف الرابع ده بيبقى عبارة عن يعني مراقب بيشوف هل تم الإشعال فعلا، هل وصل الفولت العالي تم إخراجه من الكويل ولا لا. ده أهمية البن الرابع. طيب إزاي بقى نقيس الثلاثة بن؟ عندي ثلاث بنات، المفروض ما بين بن واحد واثنين المفروض بص يديني رقم، يعني لو اداني صفر أو ما لا نهاية يبقى كده الكويل ده فيه مشكلة. لازم يديني مثلا 30 اوم، 1 كيلو اوم، 2 كيلو اوم، المهم يديني رقم. ما بين 1 و3 و2 و3 المفروض يديني ما لا نهايه، ما يدينيش زيرو. لو اداني زيرو يبقى كده في مشكله عندي في الملف الثانوي. 1 و2 ده اللي هو الملف الابتدائي. هنشوف دلوقتي معنى الكلام ده ايه والشكل الافوميتر هيكون شكله عامل ازاي. الاختبار طبعا والكويل طبعا يكون بارد وفصله طبعا وبنقيسه. هنشوف بقى مع بعض كده اللي هو البن نمره 1. انا هنا قبل ما نبدا القياس انا بس عايزين نشوف القياس نمره 2 لما كان شغال شكله عامل ازاي الكويل قبل ما يتحرق. هما طرفين، ده بقيس كده الملف الابتدائي عامل لي حوالي 29 اوم. طيب سليم. عشان نفهم بس هنشتغل ازاي، اول حاجه هنجيب الافوميتر بتاعنا عند 20 كيلو فولت، ده كده ما لا نهايه للمقاومه، اوبن سيركت دايره مفتوحه كده. لو جبنا مع بعض ده كده 0 اوم. تمام، احنا كده فهمنا القياسات ازاي. طيب اول كويل كده الأقطاب 1 2 3. طيب أول حاجة هنقيس 1 و 2، إداني 2 كيلو و 6 من 10. طيب إحنا عندنا كام؟ ما بين يعني 0 أو ما لا نهاية غلط، يبقى ده كده سليم، ده كده الملف الابتدائي. طب هنختبر ما بين القطب 2 و 3، شايفين كده ما لا نهايه، يبقى ده كده سليم. طب انا هقيس 1 و 3 المفروض يديني كام؟ زي ما احنا شايفين
ما لا نهاية. مدانيش زيرو. ده كده الكويل ده سليم. طيب هنشوف بقى الكويل اللي هو حصل فيه المشكلة. ده اتنين بنين اهم باينين طبعا اهم. انا كده موصل البنين شايفين عطي كام؟ زيرو اوم. يعني كده في شورت جوه الملف الابتدائي. زي ما شفنا ده موضوع انا حبيت بس ابلغه عشان بس ايه يبقى الواحد بيدي معلومات صحيحه ومحدش يقع في الخطا اللي انا وقعت فيه. بس ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.